بسم الله الرحمن الرحيم. النداء لوزير التربية والتعليم والوزير المالية والرئيس الجمهورية، الحقنا يا ريس، الحق العاملين على الصناديق الخاصة في وزارة التربية والتعليم، بقى لهم 4 شهور ما قبضوش وبيقولوا لك هنقبض امتى. يا رب يكون لهم قبض قريب علشان الناس الرئيس دي قال كمان، بتستميس. معلش الرئيس قال كمان ان في حد ادنى هتطبق للعماله دي، تمام هتطبق حد ادنى ولا الناس خدت الفروق بتاعت المرتب بقالها دلوقتي برضو من السنه اللي فاتت، حاجات كتير، حاجات كتير كلها متدمره في موضوع الصناديق الخاصه ده بصراحه، يعني مش مفهوم اللغز بتاعها. ربنا يوصل سيبك من صوتنا. كده، سيبك من كده كمان، المصيبه ان مرتب 4 شهور دي يعني ايه؟ ايوه طبعا، يعني اربع ايه شهور اللي في حد ما بياخدش ماشي. 4 شهور. لا سيبك من ما ياخد ولا ما ياخدش، كلنا بنقدر البلد وكلنا مثلا ماشي مش مشكله نستحمل، لكن ما يكون في دخل تاني. انت تمام دلوقتي قاعد في البيت، انت بتنشد الناس تقعد في البيت، طب الناس تصرف منين؟ صح. الناس تصرف منين يعني؟ الناس اللي قبضها من انا الصناديق لما يجي لي الخاصة واحد بتاع الكهرباء دلوقتي يخبط على باب البيت اقول له استنى عشان انا ما قبضتش؟ اكيد ما ينفعش، طب لما يجي لي واحد بتاع غاز يقول لي الزبال يجي يخبط البواب، مشكلة. الناس دي عايزه فلوس، اقول لها ايه؟ اقول لها معلش والنبي بس احنا لسه ما قبضناش ولا ايه؟ الصناديق الخاصة لسه ما طلعتش فلوس. الكلام ما يخشش الدماغ يعني، مش داخل. يا رب يكون في تفاعل ونعرف الصناديق الخاصة هتقبض العمال دي امتى، والناس اللي مقيدين في وزارة التربية والتعليم اللي مقيدين رواتبهم من الصناديق الخاصة، يا رب يكون لهم نصيب من اللي له نصيب ايام الحظر الحلوة اللي احنا فيها ديت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات العم طاطا. النهاردة معانا الأستاذ أشرف إسماعيل، مدرس أول لغة فرنسية، مدرس أول لغة فرنسية صح؟ أخصائي اجتماعي. وأخصائي اجتماعي، ونحب نسمع رأيه في ظل الأوضاع الراهنة لمرض الكورونا والأضرار المتسببة لكل اللي موجودين في الدولة دي، وهو من ضمنهم، فهو يحب يتكلم عن الأوضاع دي بنفسه. اتفضل أستاذ أشرف، عايزين نسمع رأيك. والله موضوع الكورونا دوت يعني مفاجئ، بس اللي انا اعرفه موجز خلاصه يعني ده غضب من عند ربنا. أكيد. ناس كلها بعدت عن ربنا وبعدت عن الدين وبعدت عن كل حاجه، فده عقاب من عند ربنا. سيبك بقى من الناس اللي بتطلع بتطبل لمؤاخذه يعني، معلش في دي الكلام، انها بتقول بقى ان ترامب والسيسي ومصر ومش كل الكلام ده ما يخشش الدماغ. المواضيع مش سياسية. الموضوع مش سياسي خالص، لان في ناس طلعت موجوده عندي على الفيس وطالعه بتقول ان امريكا هي اللي عامله حاجه زي كده وبتوردها للصين، والصين مش عارف ايه، الكلام ده كله ما يخشش الدماغ. اللي انا اعرفه ان ده غضب من عند ربنا، الدليل اللي احنا فيه، لا في صلاه، لا في صلاه في الجوامع ولا في السعوديه، في مش عارف ايه كل دوت. كباريهات اتفتحت هناك يا ريس، اكيد كباريهات في السعوديه اللي هي الارض الطاهره، عايز اكيد يبقى الوضع فيها زاد ايه؟ عن حده. اللي انا اعرفه ان ده غضب من عند ربنا. ده طيب موضوع وبالنسبة الكورونا، خلاصة موضوع الكورونا ده غضب من عند ربنا، وربنا بيفوق الناس، ربنا يرفع عننا يا رب. رب طيب يرفع عنا البلاء. وبالنسبة للمشاكل المترتبة ليك انت طبعا شخصيا، المشاكل كلها مترتبة للناس كلها مش انا شخصيا يعني، انت اكيد متضرر اكيد صح، كلنا وغيرنا متضررين. متضررين والناس كلها متضررين، وده اختبار من عند ربنا. اما بصفه شخصيه التضرر طبعا كهيئه التدريس كلها، هيئه التدريس كلها متضرره، السناتر اتقفلت، شغل الدروس الخصوصيه مفيش، انا نتكلم بمنتهى الصراحه مفيش، فانت منتظر ايه؟ مدارس تمام خلاص اتقفلت، فانت معتمد على مرتبك ومرتب المدرس ضئيل. اكيد. ادخل مدرس معلش بياخد كام؟ يوم ما يقول انا مدرس 3000 جنيه، مثلا طب بيعملوا لك ايه في الزمن ده اللي انت هو اكيد برضو دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ما بيجوش احنا في فين وقتهم. بقى؟ لا لا لا، احنا بالنسبه للموضوع احنا بقى في مدرسين على الصناديق الخاصه دي قصتها تانية خالص، دي عايزه
المسؤولين هم اللي يشوفوا حل للموضوع دوت. يعني بيتهيألي الرئيس السيسي يعني ما يرضاش بحاجة زي كده، ولا ايه يا ريس؟ ايه هي الرئيس المشكلة بتاعت السيسي اللي هو السنة دي؟ بيدعم الناس الفقراء ويدعم الغلابة وبيصرفوا للعمالة الغير منتظمة 500 جنيه طب مرتب المدرسين اللي هم متعينين على السنة دي خاصة دي، هم مش مدرسين برضه متعينين بيروحوا مدرسة وبيشتغلوا وبيمضوا حضور وانصراف ويطبق عليهم قانون الخدمة تمام، وجزاءات زيهم ولا زي زي الناس المدرسين اللي المتثبتين لا مكافآت بالظبط. لا غلابة ولا بياخدوا مكافآت ولا اه بياخدوا مرتباتهم متأخرة. نعم الناس بتاخد مرتبات، ما حدش بياكل على حد حاجة، بس يعني اما في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، اما يكون كل شهر انت مستني مرتبك وما تمام يجيش، ما انت تعيش ازاي لو انت فاتح بيت؟ كنت الاول مثلا ايه الرجاله مثلا بتنزل بعد الظهر بتخش سنتر بتدي مش عارف ايه، او في رزق تاني جاي، لكن انت لما تكون بقى كده خلاص قاعد في البيت ومفيش لا شغله ولا مشغله ومفيش مرتب، ما انت تعيش ازاي؟ أكيد مفيش أي دخل تاني مفيش غير اي دخل. فين المسؤولين؟ آه فين المسؤولين؟ طبعا الدولة دلوقتي حريصة انها بتقدم للناس مساعدات، مش معقولة تكون انت موظف ما بتاخدش فلوس، يبقى انت عايز ايه بقى تاني؟ أكيد فبالتالي رئيس الجمهورية ما يعرفش حاجة زي كده الصراحة. مواضيع السنة دي كله بيرمي خطيرة. اه لا موضوع الصناديق الخاصة ده موضوع كبير وكل الناس اتكلمت فيه وكله متجاهل، ما اعرفش ايه السبب فيه بصراحة. ما بيصرفوش منه مرتبات بانتظام. لا 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 بانتظام لا، يعني يكون لك 3 4 شهور يديك شهر يقول لك هو ده اللي موجود هو ده اللي متوفر، وزير الماليه بيقول لك انا ببعت، فما اعرفش انا قصتها ايه بصراحه. فالناس كلها متضرره والناس كلها فاتحه بيوت ومستنيه مرتب الشهر بتاعها وما فيش، أكيد فلازم حل الموضوع دوت، موضوع الصناديق دوت. يعني للمدرسين بيروحوا وبيشتغلوا وبينزلوا وبيأدوا عملهم وكل حاجه زيهم زي المدرسين، هو مدرس حكومه، امال انت بتطبق عليه دفتر حضور وانصراف وجزاءات وفي الاخر تقول له اصل انت مش تبع التربيه والتعليم، ده انت تبع المحافظه، ده انت تبع وزير الماليه، آه. كلام غريب كده مش م... مش منطقي مش منطقي يعني مش بس. فالناس متضرره وخصوصا دلوقتي، أكيد، اما انت ما في دلوقتي وقت الكل متضرر المشكله فيه. كلها انت اما دلوقتي اما بتيجي بتقول انا هساعد الناس في ظل الظروف اللي موجوده، مرض الكورونا ولا الوباء اللي منتشر ده، ناس قاعده في بيوتها صح تمام ولا مش قاعده في بيوتها؟ تمام انت أكيد بتحرض بتحذر الناس بتقول ما تنزلوش أكيد وحذر صح، انت كلام ما انت بتوعي الشعب عشان خاطر المرض ما ما ينتشرش، ينتشرش طب أكيد. الناس بتاكل عيش منين؟ طب خلاص ماشي، الناس هي بتقضي باي طريقه، اللي بتعتمد على مرتباتها دلوقتي تعمل ايه؟ اما يكون موظف في الدوله وما بياخدش مرتبه يبقى انت دلوقتي تعمل ايه؟ دي مشكلة كبيرة جدا. مالكش دخل بعد الظهر الا انت بقى، ما فيش بعد الظهر حظر. اتكلم انت بقى أكيد دي مشكلة كبيرة. ايه رأيك انت؟ تروح تكلم فلان يقول لك لا اصل ده عند فلان، تكلم المحافظ يقول لك اصل الوزير الماليه، تكلم وزير وزير الماليه المالية يقول لك انا ببعت، أنا ببعت. اه الناس بقى بتلبس طاقية ده لده، ما فلازم هو يكون لها حل المفروض للناس إن دي. المشكلة دي لازم توصل طيب الناس تعمل ايه؟ تسرق؟ لوزير المالية ولا لوزير التربية والتعليم؟ والله ما بص اقول لك على حاجه، اتفضل. الموضوع متشعب، توصل للاداره تقول لك اصل وزير الماليه، توصل للماليه يقول لك اصل انا ببعت فلوس للادارات وهي بتوزع الفلوس للمدرسين، يعني حاجه مش داخله الدماغ. احنا بنقول ان تمام محدش بياكل الفلوس على حد، الناس بتدي فلوس بس بعد ايه؟ تفضل بقى قاعد كده انت وبركه، انت انت ورزقك. لو انت شغال في حته تانية ولا شغال بعد الدور ولا شغال في اي حته هتسيبهم يقول لك وقت ما تيجي، لكن انت تمام دلوقتي في ظروف خلاص الناس تظرف، يعني انت تكون شغال في مدرسه وبتشتغل زيه زيك زي اي مدرس تاني، وهو كل شهر ياخد مرتبه وفي اخر السنه ياخد مكافاه، وانت بقى يقول لك لا استنى لسه، يبقى ده ايه ده؟ في تأخير جامد. اه التأخير طبعا، ما انت بقالك دلوقتي 4 شهور الناس ما بتقبضش، 4 شهور الناس ما اربع بتقبضش من فلوس الصناديق من بالنسبة فلوس السنة دي للمدرسين. المدرسين ما بيقبضوش، تمام ولا عمال ولا اداريين، مش تمام مدرسين وبس، مدرسين وعمال واداريين ما بيقبضوش في الصناديق الخاصة، 4 شهور داخل في الشهر الرابع يا نهار ده أبيض. ايه ده بقى؟
يعني النداء دوت مثلا يوجه لوزير التربية والتعليم ولا لوزير المالية؟ ده الوزير علشان المالية وزير ووزير المالية التربية والتعليم ورئيس الجمهورية وكل الناس لازم تعرف ده إذا ما كانوش عارفين يعني. بس أنا أكيد. أعتقد يعني إن السيسي يعني مش ما ممكن يرضوش يكون حاجة ما زي كده يرضوش. لو لا 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 عرفها لا يعني. ما يرضوش حاجة زي كده. أما الراجل اللي عمال بيقول ساعد وبعمل وبيوزع وبيجيب مش ممكن. ده في ناس ايد خفية في الموضوع ده كله بعيد عن طبعا الرئيس. طبعا بيتهيألي ان الرئيس ما يرضوش حاجة زي كده. لو عرف كده ما يرضوش، لان هو بدليل ان هو منزل القرارات دي هنساعد و500 جنيه وكراتين ومنزل الجيش ومنزل. انت معايا ولا مش معايا؟ معاك. فمش ممكن يرضي حاجة زي كده. ده مش عايز اقول فيه حرامية كتير بقى، معلش يعني. في حاجة غلط في حاجة غلط، في يعني. حاجة احنا غلط كده يعني. يعني احنا كده نوجه نداء ده لوزير المالية ولوزير التربية والتعليم ورئيس وللرئيس الجمهورية. عبد الفتاح السيسي، ايوه عايزين نعرف فلوس الصناديق بتروح فين. اما المدرسين ما خدوش قبض بقالهم 4 شهور، هم والعاملين والنظاميين اللي تابعين للصناديق الخاصة، عايزين نعرف الصناديق الخاصة فلوسها بتروح فين لما المستحقين ما بياخدوش، ولا ايه يا ريس؟ دي حقيقة. أنا اكيد. وان شاء الله هنلاقي برضو اللي يرد علينا. ويا ريت يا جماعة اللي بتشوفونا اي حد يقدر ان هو يفيدنا عن موضوع الصناديق الخاصة، الفلوس دي بتروح فين، الفلوس دي المفروض تصرف امتى، وبيقول لك الاربع تبع شهور المحافظة، دول تبع رايحين المحافظة. فين؟ بيقول لك تبع الصناديق المحافظة، الخاصة، بيقول لك الصناديق الخاصة دي تتبع المحافظة. والمحافظة بيقولوا لك وزارة المالية لا وزارة المالية ما ووزارة بعتتش. الإدارات بتاعة التربية والتعليم بتبعت لوزارة المالية، بيقولوا احنا عايزين المفروض 5 مليون مثلا، تمام محتاجين 5 مليون. تمام وزير المالية يقول لهم لا ده انا هديكوا 2 مليون. طب ما الإدارة مثلا بيكون فيها 100 حاجة بالصناديق، بس مدرسين تانية وتجريبيات ومش عارف ايه. فده بيلبس طاقية ده لده، تمام هات ال2 مليون بدل ما ندي مثلا ايه فلوس الصناديق كلها، لا اديهم ربع تمام ودوا الباقي مش عارف ايه وايه وحلني بقى. يطلبوا تاني بقى شهر من وزير المالية، ده احنا محتاجين مثلا بدل ما كانوا عايزين 3 مليون لا ده احنا عايزين 6 مليون الشهر اللي بعديه. الشهر اللي بعده بيترقم. يروح باعت لهم 3 مليون ونفس القصة. تمام. يعني مش انا مثلا عايز 6 مليون خد 6 مليون، المفروض المفروض وزير المالية بيقول انا ببعت الفلوس. طب يبقى هو بيقول انا ببعت الفلوس كده. طيب، يبقى كده اصبح ان في هنا ثغرة في النص، في في فلوس هنا ثغرات، بتنقص. في ثغرات. يا رب يكون في ردود ويكون في اجابات على الاسئلة اللي احنا بنسألها دي، ويا رب حد يوجه نظر المسؤولين للكلام ده، عشان دي مشاكلنا واحنا تعبانين ضحايا كورونا. سلام.